ونحن على أعزائي المشاهدين متابعي بوابة المصباح في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد وتقلة جديدة من محافظة شنح، موجودين في محيط محكمة جنايات الزقازيق بنتابع القضية اللي أثرت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي وهي مقتل الشيخ ياسر العلايلي رئيس جمعية خيرية بفاؤوس. الشيخ ياسر كان يتمتع بأخلاق طيبة وكان موجود في الجمعية والمتهم قام بسرقة أموال الجمعية. معانا أنت نتعرف بحضرتك. بلال العلايلي أخو الحلوة شكلك الشيخ ياسر؟ إن شاء الله. كلمنا عن اللي حصل يعني تفاصيل القضية كده معلش باختصار. ربنا يصبرك. تفاصيل القضية مو منتظرين. كل فندي ياخذ منتظرين الحكم. يعني كلمنا الشيخ ياسر كان رئيس جمعية خيرية. كلمنا عن الشيخ ياسر وعلاقته معاك. حاجة أقسم بالله إن أنا عظيم ثلاثة يقشع. ربنا يصبرك. ربنا يصبرك. طبعا أنا ما كانش أخ خبير. كان أخ صبر. كان دايما موت الحاج ياسر الله يرحمه في خير كتير انقطع على أهل فوز. كان فاتح 150 بيت 150 بيت أسرة أيتام أرامل محتاجين كلهم بيدعوا بالرحمة وارحم خطوة عزة يا طبعا ناخد عزة احنا مش بتوع طار ولا ارتاح لا ربنا اللي بيجيب حق. هو ايه وضع المستفيدين حاليا من الجمعية بعد وفاة الشيخ ياسر؟ اللي قفلت الجمعية اتقفلت تماما. الجمعية اتقفلت مفيش حد قادر يخش عليها. عرفت ازاي ان الشيخ ياسر اتقتل؟ اختي اتصلت بيا الساعة 3:30 الفجر قبل الفجر. هي الشقة اللي جنبه على طول في نفس الدور. اتصلت بيا حوالي الساعة 3:30 قالت لي الحق ياسر. رحت بقى نزلت جري على الهلاك لقيت الوضع انه مخروق محبس ومربع الارض وفلوس الجمعية كمان اتسرقت مسروقة. مكتب مفتوح خزنة مفتوحة درج مفتوح كل حاجة بتستهدلها والفلوس مسروقة. طب قدام حضرتك هتقول له ايه يا عم؟ لا قدامك دلوقتي تقول له ايه؟ هقول له ربنا اللي يجيب حقه. طب بتطالبوا بايه النهارده؟ طالب بعدل ربنا. اتمنى من الله زي ما ربنا ايه؟ نتحدث عن عداله الجزء وكما نتحدث عن القصاص. يقتل ارجو ان يكون القصاص صغير القصاص حتى تحقق الربح والنجاح. ربنا اللي ايه؟ الخميس ان شاء الله مناقشه. ربنا يصبركم يا فندم ونخلص العزاء. معلم الشرطه كلمنا اللي تم في محكمة ايه اللي تم في المحكمة في جلسة المحكمة؟ هقول تاني معلش موقع والله يا حضرتك النهارده كانت على بس كده وتأجلت تأجلت لمناقشة الطبيبة الشرعية. ده كان امس. اليوم صباح النهارده ان شاء الله. الطبيب طبعا المحكمة سمعت للطبيب الشرعي. المحكمة الدكتورة عدلت بدلويها وناقشناها في مسطراته في تقريرها وقالت ان الحيوانات المنويه في التقرير هي امر وارد الحدوث حسب ما ناقشناها فيه اللي هو بخروج تلوثاته المنويه من المجن عليه على اثر الخنقي او على اثر ما تعرض عليه المجن. المحكمه اليوم اجلت القضيه ليوم الخميس لضبط الواقع لمناقشه وحضوره ومسؤوله. طبعا يعني كنا عايزين بس مختصر يعني الشيخ ياسر طبعا كان رئيس جمعية خيرية ولقي مصرعه على يد شاب يعني في العقد الثاني من عمره. يعني القضية دي أثرت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي وخاصة يعني أحزن الكثير من الأسر الأكثر احتياجا في فاؤوس، خاصة أن الجمعية كانت تكفل أكثر من 200 أسرة في فاؤوس. احنا طبعا والله انا من المنطقه ديت اللي هي منطقه الجامع مسجد المجيده. منطقه معروفه باهليها وبناسها وبخيرهم وحبهم لفعل الخير. وهذه الجمعيه كان لها دور ايجابي منذ 30 عاما او اكثر في فعل الخير وتقديم الاعانات والصدقات وكفاله الايتام والارامل. وده كان قام عليه الشيخ ياسر عليه رحمه الله ساعيا جهدا حسيسا. فانه زي ما قام نقول دائما انه رجل خير بما تحمله الكلمه وربنا سبحانه وتعالى سوف ياتي له بحقه عاجلا وليس اجلا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني طبعا الاسره بتطالب بايه النهارده؟ القصاص العدل القصاص حكم الله حكم الله والقصاص. لكن المحكمه استمعت لشهود الاثبات واستمعت للطب الشرعي واستمعت
للدفاع وطلبات الدفاع. يعني القضية كده يعتبر فيها حكم إن شاء الله يوم الخميس. والله أنا هذا القرار هو قرار المحكمة، نتمنى هذا من الله أن يوفق الله سبحانه وتعالى ويوفقنا أن ينطق الله الحق على لسان عدالة المحكمة الموقرة. وإحنا حضرتك النهاردة لو إحنا جبنا الواقعة، يعني إحنا حضرتك تحديدا وأنا بهيب بقضاء المحترم النزيه الشريف سرعة الفصل في الدعوة، لأن إحنا حضرتك الواقعة في كانت في أوائل شهر 1/23 وإحنا النهاردة أوشكنا على نهاية شهر 11، فإحنا تجاوزنا يعني قرابة الأكثر من 10 شهور على الواقعة، وهذه الدم التي أزاغت بغير حق وهذه النفس تسأل القصاص والعدل، لأن ربنا أعلم بأسرة المتوفي وأعلم بنفسيتهم، ونعلم بأن المنطقة كلها بتستنجد بالله وتستنجد بالمحكمة الموقرة وبقضاء مصر طبعا يعني اتشحت فؤوس بالسواد حزنا على رجل الخير طبعا، لأنه هو رجل نعلمه مش لا نزكي أحدا على الله، ولكنه رجل على خير ورجل في العمل الخير ورجل يسعى إلى المساعدة كل من يحتاج المساعدة، دأب وسعى لهذا العمل الخيري. يعني إن شاء الله يكون الحكم مرضي للأسرة والجميع ويكون عقوبة رادعة لكل من تساوى له نفسه. يعني الحكم إن شاء الله هو الحكم حكم الله في الأول وفي الآخر، وإحنا بنسأل الله أن يعني نسعى جاهدين لتطبيق القيد الوصف الوارد في أمر الإحالة، وأن يكون هو القصاص العادل هو الإعدام شرقا لما اقترفته الأيدي الآثمة للمتهم، لقد جاء شيئا إدى كمان المتهم كمان اعترف قدام النيابة. يا باشا اعترافات تفصيلية ومعاينة تصويرية وأدلة فنية وأدلة قولية وتقارير مفتي الصحة وتقرير طب شرعي وضابط واقعة أدلة ثبوت، يعني الأوراق برمتها مكتفية، لكن المحكمة بتسعى جهدا حسيسا إلى أن تتضح الأمور جميعا حتى ينطق الله الحق على لسانه، وده حقها القانوني وحقها، لأن طبعا وقعة قتل وعايزة تصل إلى اليقين، وأسأل الله أن يصل بنا وبهم وأن يجري الحق على أيديهم وإحقاق الحق. شكرا. أسأل ثاني كثير. أعزائي المشاهدين، تابعنا مع حضراتكم تفاصيل ما جرى اليوم في محكمة جنايات الزقازيق، والتي استمعت إلى الطبيب الشرعي وبخصوص القضية اللي أثرت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي ومقتل الشيخ ياسر إبراهيم العليلي ابن مدينة فاؤوس رئيس الجمعية الخيرية أثناء تواجده بالجمعية الخيرية في فاؤوس لتجهيز الأموال ل صرفها للأسر الأكثر احتياجا. توجه شاب كانت أمه يعني تتلقى مساعدة من الجمعية، ومجرد دخول الجمعية قام بالتعدي على الشيخ ياسر وقام بخنقه بحبل، ويعني حتى لفظ الأخيرة أنفاسه الأخيرة وقام بسرقة أموال الجمعية. طبعا المتهم اعترف بارتكاب الواقع بأنه قتل الشيخ ياسر عمدا مع سبق الإصرار بنبية النية وعقد العزم على قتل الشيخ ياسر. طبعا المحكمة في جلساتها استمعت للدفاع واستمعت للطب الشرعي، وتم تأجيل القضية للخميس القادم لاستماع لأحد شهود الإثبات تمهيدا للنطق بالحكم في القضية. من محيط محكمة جنايات الزقازيق كان معكم محمود الرورالي، دمتم في رعاية الله.